الإخوان المغاربة، السلام عليكم. إخوان السلام عليكم. خرج علي داك المراكي الباح قال لي عن اجيب لي الضيفان، صح ما جا الضيفان جبت ليهم الدواء الكحل صدق شرب وانا بوحدي. ودابا اليوم غادي ناخذ شي حاجه اخرى من غيرك شمتي ولي ما سيدي حازم انتي ما عليناش. باش غادي نبداو بعدا الا غيتسمعوا الا تسمعوا شويه الصوت بيب هاد الماكينه هادي ديال المونوكسيد بحال اللي كنتي شعل ديك العافيه في الدار ومتناعس انتي وكاين داك الدخان مناعس هادي تفيقك يا تشم داك كربون مونوكسيد انتي وتفيقك شتي هادي ديال العافيه. وانا عندي غير محل صغير وعندي الطفايه هاي شتيها ها الطفايه وعاد التيو على برا وعاد سطل الرمله وعاد العبانه فهمتي هادشي كلشي عندي ديال اذا شب حريق بمنزلنا فهمتي اسمع لي هاي شتيها شي لارب تي بي 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 هاي ما عليناش. دابا باش نقولو عرفتي واحد السيد قال لي من الاكادير هاد الاكادير مسكينه حقروا على شلوح حقروا عليهم والله العظيم. دابا انا براسي راني شي الحاله راه قريب لهم تما فهمتي عم زميز ايوا دابا اللي غادي نتكلم على الاكادير يقولك انت حق واحد شلح ما اصلك شلح تكلمت على الدار البيضاء يقول انت واحد انت زدتي في الدار البيضاء ولا الدار البيضاء ايوا ما عرفتش اش نتكلموا. ولكن يا اخي دابا قال لك كاين واحد المدينه حدا هذيك الجيره هذيك الجيره العقل انايا في العام اللي الباركو ذاك البابوي تقلب في المرسى في لافيت دو ميغ ركبوا فيه الناس ولكن في المرسى نصحهم تيخلصوا وما مشيتش معاهم نصحهم تيخلصوا فهمتي. وانا قلت لا هادي غتبرزنا هادي نلوحها على برا فهمتي ما عليناش حنا على برا باش ما تديش نصداع وما كبتش فيه. وفي العشيه نشوف الاخبار بين داك باب الغرق ماتوا فيه الناس ديال اكادير اللي كان واقع لك 65 ولا 64. انا كنت في اكادير كنت ساكن في الايروبور القديم اللي حدا الجيره وباش نعرف الجيره هما دوك الناس حدا الايروبور كان ديك الساعه الايروبور ما تيخدمش بالليل تيخدم بالنهار كانوا فيه العسكر وداك الشوب ديال الروايه على بيرو صغير تما صافي الطيارات يجوا بالنهار وما تيجوش ومع الليل كان دوك السراحه تيجيو عندنا و تنخليهم يدخلو يسرحو بالليل حتى حد كانك ساعه الحراره وتما عندنا بزاف ديال الاعشاب عفيف في لابيس بين لابيس و لابيس كاين هاديك و تيجيو يسرحو هادي هادي هاديك على اكادير. و هاديك التشيره قالو لي ديك التشيره و ديك واحد انزكان لكن واحد الكوميسير واحد الولد القحبه انا نقول له ولد القحبه لا شوف انا قلت الكلمه لان هاد السيد تعدى على عباد الله في اكادير مع دار لهم واحد الحبس تما في ايت ملول تزهر عرفتي. دابا راه كاينه واحد ديليغاسيون من سيفطا داك اداره الامن سيفطا تما يبحثوا في تعدى على عباد الله واحد الطاغي تما طاغي هو دابا هاد التشيره هادي وهاد انزكان وهذا في هاد الكوميسير هذا
وي هذا فات ربي له كاع او وي اللي خص دابا خصنا داك سموه داك الرئيس ديال الامن هذاك خصو يتكلم اوكي قال لي صافي شي وحدين تما هادي تشيره يا خويا تشيره وينزق قال لك البويس حاقرين عليهم او ثاني تنشوف قال حقه طلقوا هذوك داك الشيفون ديال الترين اشنا قالك نصفوه اشنا نصفوه واش غلقوا ولا خرج قلتي ولا ماشي قلت واش خرج ديره ولا ما ديرهاش ما عرفتش انا كاتمينه ما عرفتش قال لك خرج مسكين دوز ما شحال 4 شهور 5 شهور على والو باش داك المدير ديال السكاك الحاليه هو يدخل الحبس دخلوا الشيفون ايوا معليش واحد الدري من القنيطره تيقرا في السلالمه في الرباط تيجي تشد التران من القنيطره تيجي مسكين تيجي يقرا في الجامعه وقيلا كاين شي جامعه في السلا ولا السلا في الجامعات هما نعرف ومي غريسي ولا القحال غريسوه مسكين تبعوه هذا خلو التليفون خلو ذوك الفلوس ديال المنحه اللي عنده مسكين باش يدوز السيمانه يدوز الشهر ايوا مشى السبيطار داروا ليه الدواء الحمر وعطاوه الماء كاس ديال الماء قالوا له بالسلامه عليك شوف هذا الاسعاف شوف هذا السيد ضربوه بحجره وداك الشيء ودقوا عصا وخذوا ليه التليفون ديال مارش عيسوا تقريبا شي نص مليون ولا ايوا تاع ديو تيغريسيو ديك السلا ودابا ديك الناقد ليكم داك داك الكوميسي ديال السلا اللي كنت باقا فيها كاين الرشوه على الجهد وثاني راه قالك سيتو واحد ديليغاسيون باش انا تبحث ايوا راه سيتو ديليغاسيون والو تخرجوا من الديها وديها المدينه اخرى والو ديما ونسخ ديما نسخ هادي بس لا هادي سلا تاني هاد ضربو الدري تيديو واحد الدري كتب ليا مسكين قال ليا تعدو عليا ايوا خويا اش نقولك انايا واش نقول نعمل لك الفيجيلانتي انايا وي بغيتي نهز السلاح نهول الفاس تما بان تيري بلي ايوا تاني انا غنخاف في القانون واش تحب هو تشارل برومسون نمشي ندير الفيجيلانتي اللي ما عليناش دابا هادشي اللي غادي نهدا ودابا تكلم على القنصليه ديال نيويورك وقالوا لي كاين 200,000 مغربي في ميريكا وميريكا في ميريكا قداك دلوروب ودير لهم قنصليه في نيويورك علاش ما يديرش وحده في واشنطن وحده في ال اي لوس انجلوس وحده في ميامي حدا رشيد عزوز تما يديروا القنصليات ودابا اللي بغى يجي وقال لك حقا كاين راه ديك المعلومه كاينه في الانترنت اللي داك السايت ديال بعد ما يكون شاعل تبان لك غير الرايه المغربيه يا شوف دير انت بالرايه المغربيه من تدخل الانترنت تقلب على المعلومه وتبان لك الرايه المغربيه هي ما عندهاش الرايه المغربيه هي الرايه المغربيه ورايه فهمتي وعندي رايه كبيره عطاها لي هذوك اللي عطاوها لي في لا كوب دي مون ديك لا بروموسيون ديال لا كوب دي مون ديال روسيا عندي رايه قداش ايوا هذا قال لك حقا هذا ما هذا شتي ايوا قال لك ودابا عندي واحد قال لك واحد مشى للقنصليه ديال فالنسيا في اسبانيا مشى باش يبدل الباسبور ومني خرج يري ليه بنت معاه في الباسبور ما تعرف واش بنته ولا ماشي بنته غير لصقوها لي بحال هكا تما وصافي قال له حقا هذه بنتك او السيد دخل بالباسبور ولي فيه ومني خرج عطاه الباسبور عطاه داروا ليه دريه ايوا الباحثين تكلموا على المقاطعه تيخونوا لك 4 سنين من عمرك ولا تيوضروهم في شي ملف دابا مابقاش يوضروا دابا ولا يزيدوك الاولاد في فالنسيا هادي القنصليه ديال فالنسيا الله يخلص لها هذيك فالنسيا هذيك فالنسيا وداك الليمون ديالها فضحينا به واللي حنا عندنا لورونج بركان غير مشتت وديك فالنسيا شاده المارشي اودي 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 اسمك اخنوش ما تدير والو الفلاحه ديالنا عطيها الهضره مقابل غير مع البترول ها خلي الثمن طالع الفوق خلينا من الصداع الله يرحم باك دخل طلعوا لي كريني يا الله عالم عليك المغربي دابا اللي مشو داخل سوق راسو حتى انا ما نتكلمش معاه تنسر بيه تعطيني فلوس ما كاينش الكريدي لان حرام تعطي الكريدي في 40 يوم دي حرام فهمتي وحرام نسر بيه المسلمين في رمضان ولكن قال لي واحد المغربي قال لي في اكادير وفي مراكش تقدر تاخذ لا ليسونس ديال الكول الا عندك السكنه هو باش ندير انايا غادي نرجع الدار ديالي غادي نرجعها بحال بونسيون ونمشي نشوف مقدم ويعطيني لوتوريزاسيون ديال الشراب باش نملي نبيع الشراب في رمضان انا قال لي عندك لوتوريزاسيون ديال السكن انت بينك عندك تيجي عندك تسكنو يعطيك لا ليسونس لان ولدي قال لي ولدي كان في رمضان ذاك العام كان في اكادير قال لي كاين الشراب كلشي في لوطيل انت قال لك الدنيا هانيه في رمضان
ايوا المنطقه الشمالية قلت هذا هو، وقال لي واحد مراكش، قال لي في مراكش اشرب بالنهار وبالليل فهمتي، غير دير راسك بحال القاوري والبرمان تيدير راسو بحال ما تيعرفكش واشرب، قال لك كاين البيرن ولا كاين في لوطيلات ولا شي، خصك عندك لوتوريزاسيون فهمتي. ودابا انا شنو ندير، غنشوف نقدم غدا ندور معاه بشي 200 درهم، نقول لي دير لي واحد بيرمي تومبوريير فهمتي، ديال 10 في رمضان فهمتي، كيما اكادير وكيما مراكش وقعت طنجة وطنجة تاهي. ايوا هاد المشكل ديال رمضان انا حليته، ولكن ما نسربيش لان تيبان ليا مروكي، ما عاد نمشي ندير ما نعرف اش ندير معاه نخليه. ودابا هاد العدالة والتنمية، هاد العدالة والتنمية الله يخليها. لا عرفتي قال لك الدار بعيدة، دابا كاين غير النخل عرفتي، بحال الدخل اللي كاين تما المدن الطرفاية وسيدي إفني عرفتي، كاين في الصحراء قال لك غير النخل دابا الدار بعيدة. داك اسمو سباتة الحي المحمدي داروا فيه النخل، دابا بورغون ما عرفتش حديقة ياسمينة عرفتي، تيديرو عندهم اياكم ديروا لنا النخل في دار ميزاج الله يجيب شي قطعة ديال مو، عندي المنشأة انا كبير. ايوا البسالة كيديرها لارميطاج قديمة قبل من العدالة وقبل من كلشي، هاديك لارميطاج هاديك قالك ما ديروش لها فيها النخل، ها ولا القحبة العدالة والتنمية هاداك العمدة، انت نوصيتيني امك من هنايا قال عليك لارميطاج، لارميطاج خليها ما خصنا لا نخل لا والو. على البسالة والله واحد الدري قال لي الحديقة كنا تنراجعو فيها ايام الامتحانات، قال لي عمروها نخل. هادي تا اسلامي ديال البسطحة هي الصحة. وشوف عباد الله دابا انا غنعطيكم واحد الاحصائيه، ها انتوما باش نقول اليوم عملت واحد البحث على ماذا كانت 31 سينما في الدار البيضاء في من بعد الاستقلال ياك، مين مشوا فرنساويين كان عندنا ديك الساعه 31 سينما. انا غادي نقول لكم بوحده بوحده، عندنا فيكتوريا، بوليو، المسيره، لوتيشيا، الكوليزي، ايدن كلوب، ريالتو، ماجيستيك، ابولو، فوكس، بالاس، تريومف، فيردان، الريف، لوبيرا، ريفيرا، المغرب، الشاوية، الزهراء، الاطلس، شهرزاد، لامبير، الفلاح، الملكية، الكواكب، موريتانيا، والرياض. هادو كاع سميت، وعاد على مونتي كارلو الفوق وفاميليا وريو وليبرتي، هادو 31 سينما كان عندهم الدار البيضاء. جاو هاد العدالة والتنمية وهادو هادو 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 تيقولو هادو هاد المسلمين المزورين حيدو لنا السينما. وشوف ديك الساعة كانت غير 600 ألف واحد في الدار البيضاء، كانت 500 ألف مع الاستقلال، جاو هادوك خوتنا من لي بونيوت من حقاس، ما كانش بعدا مليون، أنا ملي خرجت في المغرب ما كانش مليون، يلاه ما كانش مليون، وكانوا هادو هاد السينمات 31 سينما راني حسبتها. إوا شتي جاو هادو دارو لنا، دابا هادو دارو لنا الجوامع، جامع 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 جامع، علاش يا خويا الجامع علاش؟ حنا خصنا لي سونتر كيلتيري، قلت لكم شحال من مرة، أنا راه ماشي دادا، أنا راني مسلم، فهمتي، أنا أول واحد غادي يحامي على الإسلام، فهمتي، هادو ماشي مسلمين، واش المسلمين تيمشي نكاح، ينكحو عيال آخرين، واش المسلم تياخد رشوة؟ واش المسلم تيحرش شبكونيس الخوت المعلمين؟ ها ها، واش المسلم يخلي السبيطار بدون أدوية؟ واش المسلم خرب التعليم ديالنا؟ ها واش المسلم اللي مسؤول على الشغل والتكوين المهني وهذا تيخرج لنا غير الزبل، ما عندنا لا اوتور لا والو؟ ها هادو مسلمين، اش من الاسلام، اش من الاسلام، اش من الاسلام؟ ها واش وزير الرياضه، وزير الرياضه محكم حاكم على المحكمه يخلص الضرائب ديالو ومازال ما خلصهم، وانتم حاقرين لي على داك المحامي داك زيان مسكين، حاقرين عليه، حاقرين لي على ولادو، دايرين ليه سيسبوندي من المحكمه، ما يدخلش المحكمه 3 شهور، مال اش قال، اش قال ايلي، واش بغيتو تسكتو صحه؟ ها إيه غادي تنوضوها فيه، غادي يهز الباسبور ديالو الاسباني ويطلع بحالو اسبانيا ويتهنى. إيوا تضحكوا لي بك عليه مقعو فيه 3 شهور سيسبوندي، هذاك الياس العماري ديال لا دروغ ندعاه، تاني يحكموا عليه مارشي 600 ألف ولا مارشي 600 مليون، أو تما ممكن غير المدير يحكموا على 120 عام ديال الحبس، 50 عام ديال الحبس،
اش من لا اش من العداله، واش من اش من التنميه، واش من الزبل. والزبل تديروا الزفت في الشانتي، جات تجي الشتا تحيد لكم الزفت كله. القنطره مازال ما كملتوا هذاك الفلاي اوفر الشرف للجرف، باش تقولوا انتم ديال سيدي معروف وحلتوا معاها. سيروا سيروا فين تحاشاكم تقودوا، فهمتي؟ قبل ما تطلعوا لي الدم راسي، ولا ما تقلقش نهار الاربعاء وتخرجوا لي على المشاكل ديالي. دابا انا اجي تحشد وجيت عندكم. دابا انا ما خصني نبقى نشوف البرلمان، لان هذيك سما هذيك ديد الكلب هذيك تيريزا مي قالت لي بغي صوتوا علي على المشروع ديالي وانا غادي نستقل. هذا دعمني لي الشونتاج باش تدوب باش تخرجنا من اوروبا. صح، وشوف اسيدي اشوف. ايوا انا قلنا سينينا البيتيشن، عرفتي شنو البيتيشن؟ سيناها سينا 6 مليون واحد سينا البيتيشن. اليوم جاني جواب، البارح جاني جواب من البرلمان، جاني جواب بان هذا غادي يدرسوها. شتي داك الشيء اللي نقول المغاربه وراكو وراكو وابوني، باش الا عملت عندي 10000 في سبسكرايبرز نقدر نكتب للبرلمان المغربي ونسالو نعطيه الاسئله باش يجاوبني. ولا ما بغاش نكتب هنا للبرلمان البريطاني، انا خصني 10000 سينياتير، 10000 سينياتير فهمتي، ولا عندنا صوت فهمتي. دي هادي تي دا تا طلع بدا تنيرفيوني دابا اليوم الاربعاء، وما قالش غير تنيرفي عاود تاني. قالك اسيدي، قالك اسيدي والوك اسمو، قالك عاود تاني هاد الجزائريين، الجزائريين غادي يخلقوا ليا مشكل الدنيا هنا. على الجزائريين ديال صحابي الناس ما ظريفين الله يهلا، ولكن دابا جاو لهم قال لهم غيجيبوا لهم واحد مراكي اخر عاود تاني. واش عباد الله الجزائري ما عندهاش اللي يحكموا عليها جزائريين؟ وغادي تبقاو ديما ديروا المغاربه من هنايا، والمغاربه ما تفرض بلادهم وغديوها ديو كيجيبوا لهم واحد مغربي اخر يحكم عليهم. قالوا لي بين القانون تيقول بان الرئيس خص يكون جزائري، ولكن القانون ما تيقولش شي واحد اللي غادي يرومبلاسي شي واحد، شي واحد اللي مترشح رئاسي خص يكون جزائري. هذا ما يترشح غادي يرومبلاسي مغربي اخر، فهمتي؟ ودابا دابا غادي يخلقوا المشكله مع الجزائر. دابا ديما حنا المغاربه ها ما كاين غير المغاربه تيحكموا عليهم. او ويلي او كبير نتفرج لك التلفزيون هذا، واش واش قضايا واراء ولا متواراء ولا ماشي هذاك. هذاك واحد البرنامج تيتكلموا وتيتكلموا على على الزياره، الزياره ديال البابا حفظه الله، فهمتي؟ غادي البابا. ودابا نتوما هذه هي لوكازيون باش تصالحوا مع العالم. هذا دابا امير المؤمنين خصو ينوض يوري يعمل واحد العفو على على السجناء ولا المسجونين، يعفي على صحاب الريف ويعفي على المهداوي ويعفي على ابو عشرين ويعفي على الصحفيين ويعفي على عزيزه ويعفي على داك اسمو مول كاسكيطه وداك مول شكاره. اذا باقي تا هو ما دخلو الحبس تا هو يعفي عليه، ويعفي على داك الشلح ديال اكادير تاهم مسكين ديما مدخلينو على والو، ويعفي عليهم. والتصالح وتصالحوا مع الشعب، وهذه هي لوكاسيون باش تبينوا المونسينيور البابا هيز هولينس، هيز هولينس ذا بوب دي بوب فرانسيس. قولوا لي حنا حنا دولة تمثال، وخرجوا دوك شويه ديال الاوروبيين اللي شادين على لا دروغ، ماشي عام مظلومين انتوما سعيتوهم، هما اللي جا عندكم انتوما اللي حيك انتوما تجيبوهم من صوت امريكا واخذ تقلبوهم. واش مالناش تما خرجوهم من الحبس؟ وحنا تصالحنا. وديك الماندا، ديك الماندا ديك الخطية اللي حاكمين على الزيان، ديك المحامي الزيان تاهي حيدوها. ايوا سيدي، والتصالح التصالح هادي هي لوكازيون. ما كيتكلموا ليا تما دوك دوك الجماعة في التلفزيون تيخرقوا، شحال يخرقوا دابا. وكاين واحد واحد يقول لي المحلل، ما المحلل هذا السليماني ديما تيحلل فيما كان شي برنامج، هو في دوزيام، هو في ميديا، هو في ديك الرياضيه ولا الاولى، هو في ديك القرانيه. هذا السليماني تعرف كل شيء. هذا السليماني هذا قال لي اسكت والله العظيم. هذا عندك هو داك اسمه ديال الماتش، عليك ديال الماتش داك اسمو ما عرف بدر الدين ادريسي ولا ما عرف هذاك. مازال داك فؤاد شويه، اما داك بوزراره هذاك والو، هذاك هذاك هي هذاك من الوزان ومرت من اش من البلاد ديالك كنت يلعب قول هذاك تيحلل الماتش. اش عندك ما تحلل؟ حلل يا صاحبي. نقول فين الرشوه؟ علاش الوداد ما عندناش التيران ديالها؟ علاش الرجاء ما عندناش التيران ديالها؟
وكاين من على علاش داك اسمه داك فتحي جمال تيحكي على عباد الله وشاب عشوه. هادو هما اللي كيسيو خصك تطرح عليهم، ماشي تجيب لي انتما داك ايزي كويشن تكتب عليهم داك الماتش 45 دقيقه وتضيع لي وقتي مع الحد. هي انا عندي ما عندي ما ندير فهمت انت. ها انتما تخربقوا لي الله يعمي تخربقوا لي دابا انتما هادي ايوا دابا هذا انتما دابا انت تشوف انا باش نديرو في الضربي دابا الضربي دوك السيارات 4x4 اللي جابو لهم كلشي خاص السيارات ايوا شتي. و لي زامبيلونس ما عندناش، ولا عندنا شي امبيلونس يمكن مخبيين في واحد ديبو حدا لا جيرون. ايوا شتي بيشرو ما شحال من السيارات، السياره قال فاخره او ومي غاشي سيكل شي السياره ديال تريسينتي فهمتي باش شتي. هذا العمده شفار والعمده ديال طنجه شفار والعمده ديال هذا كلشي كاع لك العماده هذيك خصكم حطهم قدام شي حد فهمتي يخرجهم فهمتي فاهم غير عاد ماشي. دابا ما بغيت نطولش عليكم، البحث درت لكم جوج فيديو باش ما نطولش عليكم. دابا الاخر قال لك هكا درت لي جوج فيديو، انا ما كانش ندير لكم نص فيديو. ولكن ما تنساوش بان الفيديو هذا راه ماشي دابا، خصني نتسنى مع الوقت مع سنغافور، لان خصني نصيفطو لولدي وولدي عاد يصيفطو ليا فهمتي. تعمل لك التخربيقه ديال اليوتيوب ما نعرفش ليها. دابا ولدي دابا في سنغافور فهمتي، غادي انا نصيفط عليه سنغافور وعاد هو تيصيفطو اليوتيوب. داكشي علاش انا هذا فهمتي. ودابا هذا من هاد 10 ايام الجايه غنبقاو صعوبه مضاعف لها الليل والنهار، مع دابا من سنغافور غادي لاسترالي ثاني خصو ثاني ما نعرف السوايع تبدلو عاوتاني. ايوا حنا واحدين دابا حنا مع هاد الفيديو هذا. ايوا اخي المغربي انت اللي قلت لك دابا، قلنا لك دابا البوليس في الجيره وفي ديك اسمها انزكاله ما شنو هذيك تيقطعو تما وديك قال لك المشاريع، قال لك داك المدرسه ديال التكوين المهني. قال لك اخويا الله العظيم باكين هنا غير التيوري، ومنين بغينا نمشيو للبراتيك تيخونوا الفلوس ديال البراتيك باش يصيفطونا نقراو في شي نتعلمو في شي شركات ولا نتعلمو تما. ما عندناش الماتيريال باش نتعلمو. هذا التكوين المهني ديال اكادير، قال لي واحد من اكادير. ها انت يا هذاك اخنوش انت زعما كينشلح وتكلم تكلم على اكادير الله يرحم باك لا سي بحال هكا نيرفين انت تقول لي هذا راه فيه. انا شوف انا بعدا من جيتي انا ما تعولوش عليا هذيك العداله والتنميه هذه باش تبقى الديمقراطيه حيه عندنا خصنا نجيبوا كمام جداد نيو فايسز. نينا عيب تلقى واحد حزب واحد حاكم 8 سنين وهذا غادي يولفوها ثاني بغى يزيدوا 4 سنين اخرين 12 عام اللهم ربيهم بحال شي درتي لي شي ولد ربيتيه. انا خصنا نجرو عليهم بركه باغي نمشيو نجيبو شي حزب اخر ثاني شي شفار اخرين نجيبهم ثاني وثاني ندورو فيهم تا هما فهمتي. دابا هادوك عندكم تصوتوا على العدالة التنمية، صوتوا على شي وحدين اخرين غير حيدوا علينا هاد الزبل، هاد الزبل ديال المطلقات، هاد المطلقات هادو اللي كاين عندنا. ما ديرش الحجاب اش مال لا لا تنرفوني والله العظيم الا تنرفوني هذا. ايوا شتي ودابا شوف انا البح داك الدواء كحال خرج عليا اليوم غادي نشرب ماء زمزم دي. ايوا واش نقول لك، ما عندي ما نقول لكم دابا، كاين شي حاجه نتكلموا عليها. والو هكا ديال ليكول تكنيك تكلمنا عليها. ايوا صافي الجزائر تكلمنا عليها، وداك المنار السليماني وما شنو داك المحلي تا هو تكلمنا عليه. من قليل من الاعلام نتكلموا دابا بقينا ها انت صافي. ودابا غنودعك يا اخي المروكي، وما تنساوش توركو أيوا سيبورتي باش نلحقو على 10000، إلا لحقنا 10000 غادي نكتبو للبرلمان المغربي، غادي نكتبو ليه وما يجاوبوناش داكشي اللي بغينا حنايا، نكتبو ليه ونصيفطوها ونصوروها بأن الرسالة صيفطناها ليهم بالتامبر بخلاص البوصة وخليهم غادي يشدو غادي يلوحها في الزبل. وحنا نتسمو بحنا كتبنا ليهم فهمتي الكليان ديال اللورد أبيز بار تيتشكا دي لان زدتو لينا في الثمن في المشروبات، زدتو لينا الثمن في كل شيء. ويلي دابا بحال هاك المراكي مسكين، انا نكمل ليه في اخر السيمانه ديما عطيه الكريدي، انا مسكين ما قادوش هنا غالي وانا مقدرش نتوما تزيدو عليه وانا نزيد عليه. واش قلت لي اقول لا هو هذاك الكليان اخ مغربي تصبح على خير كما القاعده. بلاتي نشوف داك الناقوس فينا هو انت يا شوف
دير 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 صبعك في ودنك باش ما تسمعش الناقوس دير صافي. لاس اوردر فينيش اب يو درينك. العام بلا ندير ندير ليه الصفار تاعي ندير ليه تعجبوه الصفار حيت كان قبيح في الكره كان ديما نعرف ندير الصفر عليه. يلاه اخوان المغاربه ايوا ما كانش يا خبار نقول لكم نتوما حنا العشيه دي غادي يصوتوا عاوتاني في البرلمان انا خليتهم تيصوتوا ايوا ورك وعاود كرك ومين تخرج من هذا البار ما تبقاش تباب دير لي صداع مع الجيران في خرج كام ما تمشيش في الزنقه لا سي ما تروتوار فهمتي الاحترام ديال الجيران ديال النايبرهود فهمتي وما تسوقش ما تسوقش ما تسوقش لا ما تسوقش غادي يحيدوك البيرميوز يديروك في لاسورونس ويبيدوك في المعارف غادي المعارف خانزة ما كاين لا ماكلة لا والو فهمتي فلهذا اخي المغربي خلي الصورت هنايا وسير شد لك تاكسي وتصبح على خير يلاه وراك وعاود كرك ابوني